عندك. لا لا، حزب الله لا يستهدف، لا لا، نريد أن نوضح فكرة أساسية، أن حزب الله لا يستهدف مدنيون، علما أن هؤلاء مستوطنون يعني لديهم تعريف آخر، ولكن بغض النظر حزب الله لا يستهدف المستوطنين طالما أن العدو الإسرائيلي لم يستهدف مدنيين في لبنان. الرد سيكون بشكل عسكري. على طبيعة الرد يمكن أن تكون قصف لأهداف عسكرية حساسة، يمكن أن تكون قصف لمراكز أمنية حساسة، يمكن أن تكون قصف لمراكز اقتصادية حساسة، يمكن أن يكون هذا الرد رد على من خلال مسيرات، من خلال صواريخ بعيدة المدى وثقيلة، يمكن أن يكون الرد من خلال استهداف عسكري أمني. هذا يعني هذا أيضا تطور خطير، يعني نتيجة أن الاغتيال الذي حصل لشخصية قيادية عسكرية أمنية، يمكن يعني هناك عدة خيارات تحددها المقاومة. أظن أن المقاومة لديها القدرة على الرد، ونحن نعرف تاريخ المقاومة جيدا أنها لا تتكبل، ولديها عقل يعمل بشكل دائم ومستمر وينظر إلى الأمور بشكل استراتيجي، ولديها أهداف كبيرة وكثيرة. والإسرائيلي يعرف أن لدى حزب الله في لبنان الكثير من الخيارات التي تمس الأمام، خاصة أن الإسرائيلي يعرف أن لدى حزب الله قدرة استخباراتية عالية جدا لمعرفة ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي، وبالتالي يمكن أن يكون الرد من ضمن ما تحدثنا عنه دون أن نذهب إلى حرب شاملة، بحيث يأخذ حزب الله مصلحة لبنان أيضا واللبنانيين.